ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض فيديو جديد من فيديوهات ماس وان. هنشرح النهاردة قاعدة لوبيتال وتايلور وماكلورين. سيبك من تايلور وماكلورين دلوقتي ونركز في لوبيتال. لوبيتال احنا استخدمناه لما كنا بنحل مسائل الليمت، بس لوبيتال ليها كذا حالة، ليها كذا كيس، وكل حالة ليها طريقة حل معينة. طيب نبدأ كده. بسم الله. أول حالة عندي في لوبيتال كيس نمبر 1 بيقول لك لو جيت عوضت في مسألة الليمت وتلاقي 0 على 0 او ما لا نهايه على ما لا نهايه، بعمل ايه؟ بشتق البسط واشتق المقام واعوض. طيب سهله قوي، بس في هنا ملحوظتين. انا بقول لك اشتق البسط واشتق المقام، ما لقيش واحد يروح يشتق المساله واشتق قسمه. خلاص، لا، اشتق البسط لوحده واشتق المقام لوحده واعوض. طيب الملحوظه الثانيه، افرض اشتقيت البسط واشتقيت المقام وتلاقي لي 0 على 0 او ما لا نهايه على ما لا نهايه، برضو يعني بعد ما اشتقيت البسط واشتقيت المقام هفضل اشتق تاني. لو طلع لي 0 على 0 او ما لا نهايه على ما لا نهايه هفضل اشتق تاني، وهفضل اشتق لحد ما يطلع لي ناتج فعلي 5 6 0، انما مش 0 على 0 او ما لا نهايه على ما لا نهايه، اللي احنا اتفقنا ان دول ان سبيسيفايد كوانتيتي، كميه غير معينه، ما لهمش قيمه عندي، دي مش قيمه. خلاص. طيب تعال نبدا في اول مساله. ليميت اكس تقول للاثنين اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2. اول حاجه اتفقنا ان احنا نعوض تعويض مباشر، يبقى 2 تربيع ناقص 4 على 2 ناقص 2 يطلع لي 0 على 0. طلع لي 0 على 0، يبقى دي الحالة الأولى من لوبيتال. بعمل ايه؟ بشتق البسط واشتق المقام وعوض. تعالى معلم نشتق. الإكس تربيع مشتقتها 2 إكس، الناقص 4 مشتقته 0، على الإكس مشتقتها 1، الناقص 2 مشتقته 0، يبقى لي 2 إكس. تعالى نعوض، يبقى 2 في 2 ب 4. بس كده يا معلم. تعالى على اللي بعده. ليميت اكس تقول لزيرو 3 اس اكس ناقص 1 على اكس. اول حاجه هنعوض تعويض مباشر، يبقى 3 اس 0 ناقص 1 على 0 يطلع لي 0 على 0. طلع لي 0 على 0، يبقى دي الحاله الاولى من لوبيتال. بعمل ايه؟ بشتق البسط واشتق المقام وعوض. 3 اس اكس مشتقتها 3 اس اكس في ln 3، ناقص 1 مشتقتها 0، على الاكس مشتقتها 1، يبقى 3 اس 0 في لين التلاتة، 3 أس 0 بواحد في لين التلاتة بلين التلاتة. بس كده يا معلم. تعالى على اللي بعده. ليميت اكس تقول للانفينيتي لين الاكس على جذر الاكس. أول حاجة هنعوض تعويض مباشر، يبقى لين المالانهاية على جذر المالانهاية، يديني مالانهاية على المالانهاية. طلع لي مالانهاية على المالانهاية، يعني الحالة الأولى من لوبيتال. هعمل ايه؟ هشتق البسط واشتق المقام وعوض. تعالى يا معلم نشتق. لان الاكس مشتقتها 1 على اكس، على جذر الاكس. اول ما تلاقي جذر وعايز مشتقته قلت لك اعمل كسر وحط الجذر في المقام واكتب جنبه 2 واشتق ما بداخل الجذر، ما بداخل الجذر اكس مشتقتها 1، اكتب الواحد دي في البسط. طيب تعالى بقى نختصر الكلام ده، يبقى 1 على اكس في 2 جذر اكس. اقدر اخلي الجذر ده اكس اس نص، يبقى 1 على اكس في 2 اكس اس نص. اختصر اكس اس نص مع الاكس، يبقى لي 2 على اكس اس نص. تعال نعوض، يبقى 2 على ما لا نهايه اس نص، يعني 2 على ما لا نهايه، اي رقم على ما لا نهايه جوه ليميت بزيرو. بس كده يا معلم. طيب تعالى على فكره تانية. لو جيت قلت لك ليميت اكس تقول لزيرو ساين الاكس ناقص اكس على اكس تكيب، اول حاجه اتفقنا ان احنا هنعمل تعويض مباشر، يبقى ساين الزيرو ناقص زيرو على زيرو كل تكيب، يديني زيرو على زيرو. طلع لي زيرو على زيرو، يعني الحاله الاولى من لوبيتال. هعمل ايه؟ هشتق البسط واشتق المقام وعوض. تعال نشتق. ساين الاكس مشتقتها كوزاين الاكس ناقص الاكس مشتقتها 1، على الاكس تكيب مشتقتها 3 اكس تربيع. تعال نعوض، كوزين الزيرو بواحد، واحد ناقص واحد زيرو، على تلاتة في زيرو كل تربيع يعني زيرو. طلع لي زيرو على زيرو تاني، هعمل ايه؟ هفضل اشتق لحد ما يطلع لي ناتج. تعالى نشتق تاني. كوزين الاكس مشتقتها سالب ساين الاكس الناقص واحد مشتقتها زيرو، على تلاتة اكس تربيع مشتقتها ستة اكس. تعالى نعوض، سالب ساين الزيرو بزيرو، على ستة في زيرو بزيرو. طلع لي زيرو على زيرو تاني، هعمل ايه؟ هفضل اشتق. تعال نكمل اشتقاق.
الساين مشتقتها وساين اكس السالب تنزل، 6 اكس مشتقتها 6. تعال نعوض كوساين الزيرو بواحد، يبقى سالب 1 على 6. بس كده معانا طلع لي ناتج فعلي، يبقى ده ناتج الليمت. الحالة التانية من لوبيتال بيقول لك لو جيت عوضت في المسألة وطلع لي زيرو في ما لا نهاية أو ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. لو طلع لي زيرو في ما لا نهاية بحلها ازاي؟ بنزل إحدى الإقترانات للمقام ثم بشتق. طب طلع لي ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، بوحد مقامات وبعد كده أشتق. خلي بالك الحالة التانية والحالة التالتة معتمدة على الحالة الأولى، يعني أنا في الحالة التانية بحول المسألة للحالة الأولى، والحالة التالتة نفس الكلام اللي هناخدها بعد دي بحول المسألة للحالة الأولى. ايه الحالة الأولى؟ إن يبقى في كسر، تمام، بسط ومقام، واللي هي بتطلع لي زيرو على زيرو أو ما لا نهاية على ما لا نهاية، فأفضل أشتق لحد ما يطلع لي ناتج. خلاص؟ يبقى أنا مهمتي في الحالة التانية إن أنا أحول المسألة للحالة الأولى وبعد كده أشتغل عادي. طيب أول مسألة معانا بتقول لك ليميت إكس تقول لزيرو إكس في لين إكس. أول حاجة هعوض تعويض مباشر، يبقى زيرو في لين الزيرو فيطلع لي زيرو في ما لا نهاية. ده كده الحالة التانية. طيب عايز احولها للحالة الأولى، بعمل ايه هنا؟ لازم انزل يا اما الاكس يا اما اللين اكس للمقام، خلاص، عشان يبقى في كسر، عشان يبقى الحالة الأولى. طيب هنزل انهي؟ الاكس. تبقى سهلة، تبقى ازاي؟ لين اكس على اكس اس سالب واحد، كده ما عملتش حاجة، ما الاكس اس سالب واحد تطلع في البسط لاكس. طيب بس انا استفدت ايه؟ استفدت بقى في كسر بسط ومقام اعرف اشتقه. تعال نعوض، فيبقى لين الزيرو، وهنا اكس اس سالب واحد يعني واحد على اكس يعني واحد على الزيرو، يعني هنا ما لا نهايه على ما لا نهايه. رجعت للحاله الاولى، وهنا لين الزيرو بما لا نهايه وواحد على الزيرو بما لا نهايه، فيبقى ما لا نهايه على ما لا نهايه. رجعت للحاله الاولى، الحاله الاولى بتقول لك لو لقيت الناتج طلع لي زيرو على الزيرو او ما لا نهايه على ما لا نهايه، اشتق البسط واشتق المقام. طيب تعالى نشتق البسط ونشتق المقام. اللين اكس مشتقتها واحد على اكس، اكس اس سالب واحد تعالى نشتقها هنا كده على جنب، خد الأس اضربه في المعامل، يبقى سالب واحد في واحد بسالب واحد، ونزل الإكس واطرح من أسها واحد، هي كانت سالب واحد اطرح منها واحد يبقى سالب اتنين، يبقى دي سالب واحد على إكس تربيع، سالب إكس أس سالب اتنين هي نفسها سالب واحد على إكس تربيع، فتبقى كده سالب واحد على إكس تربيع. جميل أوي، يبقى واحد على إكس في سالب إكس تربيع، يبقى سالب إكس تربيع على إكس، اختصر يديني سالب اكس، اعوض هنا اتعوض بزيرو يطلع لي الناتج زيرو. تقول لي ايه ده زيرو؟ اه عادي زيرو ده ناتج فعلي، ما طلعليش زيرو على زيرو او ما لا نهايه على ما لا نهايه، انما زيرو عادي، زيرو لوحده عادي، ده ناتج عادي، ده ناتج للمساله ان المساله ليها ليميت عند الزيرو. طيب تعالى على المساله اللي بعدها، يبقى انا بعمل ايه؟ بحول الحاله الثانيه للحاله الاولى اللي هو يطلع لي زيرو على زيرو او ما لا نهايه على ما لا نهايه، بعد كده اشتق البسط واشتق المقام واعوض. ليميت اكس تقول زيرو كوتان اكس في لين 4 اكس زائد 1، اول حاجه هنعوض تعويض مباشر، يبقى كوتان الزيرو في لين 4 في زيرو زائد 1، كوتان الزيرو بما لا نهايه في لين الواحد بزيرو يطلع لي زيرو في ما لا نهايه. دي كده الحالات التانيه، لازم انزل يا اما الكوتان اكس يا اما اللين للمقام عشان احولها للحاله الاولى. طيب هنزل ايه؟ الكوتان، فيبقى لين 4x زائد 1 على 1 على كوتان x. طيب الواحد على كوتان x دي بايه؟ بتان، فيبقى لين 4x زائد 1 على تان x. كده انا حولت المساله بتاعتي للحاله الاولى، بعمل ايه؟ بعوض تعويض مباشر، ممكن يطلع لي ناتج، خلي بالك عشان كده بعوض، ولو طلع لي ناتج خلاص يبقى المساله خلصت. طيب طلع لي زيرو على زيرو او ما لا نهايه على ما لا نهايه، هفضل اشتق لحد ما يطلع لي ناتج. طيب لين الواحد قلنا بزيرو على تاني الزيرو بزيرو، فهنا زيرو على الزيرو. طيب يبقى هعمل ايه؟ هشتق البسط واشتق المقام. تعالى نشتق البسط ونشتق المقام. لين 4 اكس زائد 1 مشتقتها اللي جنب اللين، اعمل كسر وحطه في المقام، يبقى 4 اكس زائد 1، واشتق اللي جنب اللين وحطه في البسط، 4x زائد 1 مشتقتها 4، التان x مشتقتها سيك تربيع x، يبقى 4 على 4x زائد 1 في 1 على سيك تربيع
اكس. واحد على سيك تربيع يعني كوزين تربيع اكس، وهنا مضروبة في 4 على 4 اكس زائد 1. الاكس هنا تقول للزيرو، يبقى 4 على 4 في 0 زائد 1 مضروبة في كوزين تربيع الزيرو. 4 على 1 ب4 في كوزين الزيرو، كل تربيع يعني كوزين الزيرو بواحد، فتربيعها بواحد، يبقى 4 في 1 ب4. بس كده يا معلم. ندخل على المسألة اللي بعدها. ليميت اكس تقول لزيرو 4 على x ناقص 4 على e اس اكس ناقص 1. اول حاجة انا اعوض تعويض مباشر، يبقى 4 على 0 ناقص 4 على e اس 0 ناقص 1 بيساوي 4 على 0 ناقص 4 على e اس 0، اي حاجة اس 0 بواحد، 1 ناقص 1 ب0. 4 على 0 ناقص 4 على 0 مديني ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. دي كده الحالة التانية. بعمل فيها ايه؟ بروح اوحد مقامات وبعد كده اشتق البسط واشتق المقام. بوحد مقامات يعني هحول الكسرين دول لكسر واحد، وطالما حولته لكسر واحد يبقى انا بحول الحالة التانية للحالة الاولى. خلاص. طيب، وانا قلت لك احنا بنقعد نلعب في المسألة سواء هي حالة تانية او حالة تالتة عشان نحولها للحالة الاولى اللي هي 0 على 0 او ما لا نهاية على ما لا نهاية، وابتدي اشتق البسط واشتق المقام واعوض. طيب تعال نوحد مقامات. يبقى اكس في اي اس اكس ناقص واحد، وبعد كده اضرب الاربعة في الاي اس اكس، يبقى 4 في اي اس اكس ناقص 1 ناقص اضرب الاربعة في الاكس، يبقى ناقص 4 اكس. ظبط الكلام ده، اضرب الاربعة في القوس ده، يبقى 4 اي اس اكس ناقص 4 ناقص 4 اكس. على الاكس اضربها في القوس ده، يبقى اكس في اي اس اكس ناقص الاكس. كده امسح بقى اللي فوق ده. كده انا حولت المسألة بتاعتي من الحالة التانية للحالة الاولى، اعتبرها مسألة جديدة. يعني اعتبر ان دي كده ليميت اكس تقول لزيرو للمسألة الجميلة دي. اول حاجة في الحالة الاولى كنا بنعمل ايه؟ بنعوض تعويض مباشر. ليه؟ ممكن يطلع ناتج المسألة على طول. طيب تعال نعوض. الاكس تقول لزيرو، فيبقى 4 في اي اس 0 ناقص 4 ناقص 4 في 0 على 0 في اي اس 0 ناقص 0. شوف ده يطلع كام؟ 4 في اي اس 0 يعني 4 في 1 ب4 ناقص 4 ناقص 4 في 0 يعني ناقص 0. على 0 في اي حاجة ب0 ناقص 0. 4 ناقص 4 ب0، كل الكلام ده هيطلع لي 0 على 0. تلاقي لي 0 على 0، هعمل ايه؟ هشتق البسط واشتق المقام واعوض. ولو عوضت وتلاقي لي 0 على 0 تاني هفضل اشتق لحد ما يطلع لي ناتج. طيب تعالى نشتق المسألة دي. اشتق يا معلم. اي اس اكس مشتقتها اي اس اكس، نزل 4 زي ما هي. الناقص 4 مشتقتها 0. ناقص 4 اكس مشتقتها سالب 4. على اكس في اي اس اكس دي مشتقة ضرب، مشتقة الاول اكس يعني مشتقتها 1 في التاني من غير اشتقاق، يبقى في اي اي اس اكس زائد، نزل الاول من غير اشتقاق اللي هو الاكس في مشتقة التاني الاي اس اكس مشتقتها اي اس اكس، ناقص الاكس مشتقتها 1. كده انت اشتقيت، تعال عوض. يبقى 4 في اي اس 0 ناقص 4 على اي اس 0 زائد 0 في اي اس 0 ناقص 1. 4 في اي اس 0 يعني 4 في 1 ب4 ناقص 4 يعني 0. على اي اس 0 بواحد ناقص الواحد ده هيروحوا مع بعض، وهنا 0 في اي اس 0 0 في اي حاجة ب0، تلاقي لي 0 على 0 تاني، هروح اشتق تاني. يبقى نمسح ده كده ونشتق تاني. اي اس اكس مشتقتها اي اس اكس، ونزل الاربعة زي ما هي. الناقص 4 مشتقتها 0. على اي اس اكس مشتقتها اي اس اكس زائد اكس في اي اس اكس دي مشتقة ضرب، الاكس مشتقتها 1 في التاني من غير اشتقاق، يبقى في اي اس اكس زائد، اعكس اللي انت عملته، نزل الاكس واضرب في مشتقة الاي اس اكس يعني مشتقتها اي اس اكس. الناقص 1 مشتقته 0. تعال نعوض.
يبقى 4 في اي اس 0 يعني 4 في 1 ب 4 على اي اس 0 يعني 1 زائد اي اس 0 يعني 1 زائد 0 في اي اس 0 ده كده بزيرو، يبقى 4 على الاتنين بيساوي 2. بس كده يا معلم. تعال على المسألة اللي بعدها، ليميت اكس تقول لواحد لواحد على ان الاكس ناقص اكس على اكس ناقص 1. اول حاجة تعال نعوض تعويض مباشر، يبقى واحد على ln الواحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد بيساوي ln الواحد بزيرو يعني واحد على الزيرو ناقص واحد على واحد ناقص واحد يديني واحد على الزيرو بيساوي ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ده الجزء التاني من الحالة التانية. بعمل ايه؟ بروح اوحد المقام عشان احول الحالة التانية للحالة الاولى. تعال نوحد مقامات، بيساوي لين اكس في اكس ناقص واحد، يبقى هنا هكتب لين اكس في اكس ناقص واحد، وبعد كده اضرب الواحد في الاكس ناقص الواحد، يبقى اكس ناقص الواحد ناقص اكس في لين اكس، يبقى اكس في لين اكس. تعالى بقى اظبط الكلام ده، يبقى هنا اكس ناقص الواحد ناقص اكس لين اكس على اللين اكس دي اضربها في القوس ده، تبقى اكس لين اكس ناقص لين اكس. جميل اوي، انا كده حولت الحالة التانية للحالة الاولى. اول حاجة بعد ما تحول الحالة التانية للحالة الاولى تعوض تعويض مباشر، شوف هيطلع لك ناتج ولا زيرو على زيرو ولا ما لا نهاية على ما لا نهاية. لو طلع لي زيرو على زيرو هروح اشتق البسط واشتق المقام، طلع لي ناتج خلاص يبقى المسألة خلصت. طيب تعال نعوض، يبقى واحد ناقص واحد ناقص واحد في لين الواحد على واحد في لن الواحد ناقص لن الواحد. واحد ناقص واحد بزيرو ناقص واحد في لن الواحد، لن الواحد بزيرو واي حاجة بزيرو بزيرو، يبقى هنا زيرو ناقص زيرو يديني زيرو في البسط. واحد في لن الواحد بزيرو ناقص لن الواحد بزيرو، يبقى هنا زيرو ناقص زيرو بزيرو يعني زيرو على زيرو. هروح اشتق. طيب نمسح الكلام ده بقى وتعالى نشتق، يبقى انا هروح اشتق البسط واشتق المقام كانها مساله في الحاله الاولى عادي. تعال نشتق يا معلم، الاكس مشتقتها واحد، الناقص واحد مشتقته زيرو خلاص، ناقص اكس لين اكس دي مشتقه ضرب، اشتق الاول اللي هي مشتقه الاكس بواحد في التاني من غير اشتقاق يعني في لين اكس زائد اعكس اللي انت عملته، نزل الاكس واشتق اللين اكس، لين اكس مشتقتها واحد على اكس، الاكس هتروح مع الاكس يبقى لي هنا واحد، اكس لين اكس لسه مشتقنا طلعت لين اكس زائد واحد ناقص اللين اكس مشتقتها واحد على اكس. جميل قوي، تعال نظبط الكلام ده، يبقى واحد ناقص لين اكس ناقص واحد على لين اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس. تعال نعوض، احنا كده خلصنا اشتقاق، تعال نعوض، يبقى واحد ناقص لن الواحد ناقص الواحد على لن الواحد زائد الواحد ناقص واحد على واحد يعني واحد، واحد ناقص الواحد بزيرو، زيرو ناقص لن الواحد، لن الواحد بزيرو يعني اديني زيرو على لن الواحد بزيرو زائد واحد ناقص واحد بزيرو يعني هنا زيرو، طلع لي زيرو على زيرو تاني، هعمل ايه؟ هروح اشتق تاني، نمسح الكلام ده نروح نشتق تاني وبعد كده هعوض. هي ممكن تطول بس اهم حاجة ان خطواتها ثابتة وسهلة، انك تبقى عارف انت بتعمل ايه، طلع لك زيرو على زيرو فبتروح تشتق تاني وهكذا. طيب تعالى نشتق، الواحد مشتقته زيرو، سالب لين اكس مشتقتها سالب واحد على اكس، والسالب واحد مشتقته زيرو، هنا كانت اكس. طيب اللين اكس مشتقتها واحد على اكس، الواحد مشتقته زيرو راح، سالب واحد على اكس اصلها كده سالب اكس والسالب واحد، تعال اشتقها، سالب واحد اضربها في السالب واحد يديك واحد، نزل الاكس وتروح نقصها واحد يبقى اس سالب اتنين يعني اصلها واحد على اكس تربيع، يبقى هنا زائد واحد على اكس تربيع. تعالى يا معلم عوض، يبقى سالب
واحد على واحد على واحد على واحد زائد واحد على واحد تربيع، يديني هنا سالب واحد على الاتنين. بس كده يا معلم. ندخل بقى على الحالة الأخيرة من لوبيتال، كيس رقم 3. بيقول لك إذا احتوى السؤال على اقتران قوة اقتران. يعني إيه اقتران قوة اقتران؟ يعني فانكشن أس فانكشن، تمام؟ ندخل لين على السؤال ونضع إيه للجواب النهائي. يعني إيه برضو؟ يعني بعد ما أدخل لين هنا على السؤال وأطلع ناتج الليمت، طلع مثلا معايا باتنين بتلاتة بواحد أي رقم، يبقى ناتج المسألة مش الاتنين والتلاتة والواحد، لأ، يبقى إيه أس ناتج الليمت ده. فلو طلع معايا ناتج الليمت ب2 يبقى اي اس 2، ده ناتج المساله. طب طلع معايا ناتج الليمت ب3 يبقى ناتج المساله اي اس 3. طب ليه؟ عشان انا دخلت لين، فلازم احط في الجواب النهائي اي. طيب تعالى نبدا في اول مساله. يقول لك ليمت اكس تقول للانفينيتي اكس تربيع زائد 1 الكل اس 1 على لين الاكس. اول حاجه هندخل لين للسؤال، ليه؟ فانكشن اس فانكشن، فدي الحاله الثالثه على طول. يبقى لين اكس تربيع زائد 1 أس 1 على لين الإكس. طب أنا ليه بدخل لين؟ عشان من خواص اللين إن أنا ممكن أنزل الأس ده هنا كده، فحول الحالة التالتة للحالة الأولى. يبقى هنا ليميت إكس تقول للإنفينيتي، هنزل ده هنا كده، يبقى 1 على لين الإكس في لين إكس تربيع زائد 1. جميل أوي، نظبط الكلام ده. يبقى ليميت إكس تقول للإنفينيتي لين اكس تربيع زائد الواحد على لين الاكس. تعال نعوض تعويض مباشر. يبقى هنا لين ما لا نهايه تربيع زائد الواحد على لين ما لا نهايه. ايه الكلام ده؟ هيطلع لك ما لا نهايه على ما لا نهايه. نعمل ايه؟ احنا كده في الحاله الاولى، فاشتق البسط واشتق المقام. تعال نشتق البسط ونشتق المقام. لين اكس تربيع زائد 1 مشتقتها ايه؟ اعمل كسر وحط اللي جنب اللين في المقام، يبقى اكس تربيع زائد 1، واكتب في البسط مشتقة اللي جنب اللين ده، اللي جنب اللين اكس تربيع زائد 1 مشتقته 2 اكس، يبقى هكتب في البسط 2 اكس. جميل قوي. اللين اكس مشتقتها 1 على اكس، مقام المقام بسط، يبقى هنا تبقى 2 اكس تربيع على اكس تربيع زائد 1. طيب جميل قوي، امسح الكلام ده كله. يبقى هنا هكتب في المساله 2 اكس تربيع على اكس تربيع زائد الواحد، وهنا ليميت الاكس تقول للانفينيتي. بص يا معلم، انت كده لو مركز معايا وفاكر كل المحاضرات دي، كده مساله انفينيتي سهله جدا. بعمل ايه؟ بشوف اكبر اس للاكس في البسط واخده بالمعامل بتاعه، يبقى 2 اكس تربيع، واكبر اس الاكس في المقام واخده بالمعامل بتاعه، يبقى هشطب على الواحد واخد الاكس تربيع، واختصر يبقى الاتنين، يبقى ناتج الليمت 2. يبقى ناتج المساله مش الاتنين، لا، اي اس 2، عشان انا حطيت لين في المساله في اول المساله. طيب تعالى على المساله اللي بعدها. ليمت اكس تقول للانفينيتي اكس تربيع زائد 1 الكل اس 1 على اي اس اكس. اول ما الاقي فانكشن اس فانكشن، دي كده الحاله الثالثه من لوبيتال، بدخل لين على السؤال. يبقى لين اكس تربيع زائد 1 الكل اس 1 على اي اس اكس. طالما دخلت لين على السؤال اقدر انزل ده كده هنا، يبقى لين اكس تربيع زائد 1 على اي اس اكس. لما تعوض هنا يديك ما لا نهايه على ما لا نهايه. يبقى الحاله الاولى من لوبيتال، اشتق البسط واشتق المقام. اشتق البسط لين اكس تربيع زائد 1، خد اللي جنب اللين اعمل كسر وحطه في المقام، واشتقه وحط مشتقته في البسط، اكس تربيع زائد 1 مشتقتها 2 اكس، الاي اس اكس مشتقتها اي اس اكس. يبقى هنا ليميت اكس تقول للانفينيتي 2 اكس على اكس تربيع زائد 1 في 1 على اي اس اكس. ده كده ما تنساهاش، ليميت اكس تقول للانفينيتي، بعمل ايه؟ اكبر اس الاكس في البسط الاكس، وخدها بالمعامل بتاعها، يبقى 2 اكس على المقام اكبر اس الاكس، يبقى اكس تربيع بالمعامل بتاعها، واشطب على الواحد، اكس مع اكس تربيع يديني 2 على الاكس، يعني 2 على ما لا نهايه، يعني 0، وزيرو في اي حاجه بزيرو. بس كده يا معلم. يبقى ناتج الليمت بتاعي 0،
بس ناتج المسألة اي اس زيرو يعني واحد. ما تنساش حتة الاي دي. طيب كده احنا خلصنا لوبيتال كله. ندخل بقى على الجزء الاخير معانا في الفيديو، تايلور وماكلورين. تايلور وماكلورين بجد مفهومش اي حاجة صعبة، هما قانونين وبتعوض فيهم. تعال بقى نفهم ايه تايلور وايه ماكلورين. لو جيت قلت لك اف اكس ايكوال ساين اكس، دي فانكشن. هو بيقول لك بقى في السؤال انا عايزك تعبر لي بالفانكشن دي بتايلور، بمفكوك تايلور. اكتب لي الفانكشن دي بمفكوك تايلور. طيب القانون هو اول حاجه بيديك نقطه، بسميها الاكس نوت. الاكس نوت دي بواحد باتنين بتلاته بزيرو، ايا كان هي ايه، نقطه بيديها لك في المساله. اول ترم معايا في المفكوك بتاع تايلور بروح اعوض بالنقطه دي في المساله بتاعتي في الفانكشن بتاعتي، فيديني ناتج فبسميه اف اكس نوت. ده كده اول ترم معايا. تاني ترم لحد التاني يعني زائد اف شرط اكس نوت، يعني لما اروح اشتق الداله واجيب لها الفيرست دريفتيف اعوض بالاكس نوت فهيديني ناتج. اكتب الناتج ده هنا واقسمه على مضروب الواحد. طب تعال نرجع كده على جنب هنا ونفتكر يعني ايه مضروب او يعني ايه فاكتوريال. لو جيت قلت لك انا عايز فاكتوريال للاتنين او فاكتوريال للتلاته او فاكتوريال للاربعه، يعني ايه اصلا فاكتوريال او يعني ايه مضروب؟ المضروب هو ان انا اخد الرقم اللي انا عايز اجيب له المضروب واقعد اضربه في الارقام اللي قبله. يعني عايز مثلا فاكتوريال لاربعه، فده بيساوي اربعه في تلاته في اتنين في واحد، واخر الواحد اكيد مش هضربه في زيرو عشان هيصفر كل الارقام ده. طيب ايه التلاته لو عايز اجيب لها فاكتوريال؟ يبقى تلاته في اتنين في واحد. الاتنين لو عايز اجيب لها فاكتوريال يبقى اتنين في واحد. خلاص باخد الرقم اللي انا عايز اجيب له فاكتوريال واقعد اضربه في الارقام اللي قبله. يعني هنا مثلا 4 في 3 في 2 يديني 24، وهنا يديني 6، وهنا يديني 2. انا اصلا مش هستخدم الكلام ده في القانون، انا عايزك تعرف يعني ايه بس فاكتوريال ل2 فاكتوريال ل3، تبقى عارف قيمتهم ايه. بس انا مش هكتب قيمتهم، انا هكتبهم كده يعني فاكتوريال 4 اكتبه كده في القانون، فاكتوريال 5 اكتبه كده في القانون وهكذا. طيب تعال بقى نرجع للقانون. الترم الثاني الحد الثاني اف شرطه اكس نود على مضروب الواحد في اكس، الاكس دي ثابته، ناقص الاكس نود اللي هو النقطه اللي بيديها لك اس واحد. وهقعد اكرر الترم ده على الاثنين وعلى الثلاثه وعلى الاربعه الى ما لا نهايه على حسب الاختيارات اللي عندي. هو غالبا بتقعد تكتب مثلا اربع حدود خمس حدود الكلام ده كله. خلاص ده كده تايلور، لسه هناخد مثال عليه. ماكلورين هو نفسه تايلور بس الاكس نود بزيرو، يعني هو نفس القانون مفيش فيه اختلاف بس الاكس نود بزيرو. يعني لما يقول لك انا عايز ماكلورين للداله دي هو مش هيديك الاكس نود اللي هي معروفه، هي بزيرو. طيب نفس الكلام كله، هناك كانت اف اكس نود، هنا اف زيرو، وهنا اف شرطه للزيرو عشان الاكس نود بزيرو، وهكذا نفس القانون مفهومش اي حاجه. طيب تعالى بقى على المسائل. طيب تعالى بقى ندخل على المسائل. اول مساله معانا بتقول لك فايند ذا ماكلورين سيريس اوف اف اكس ايكوال ساين اكس. عايز يكتب الفانكشن اللي هي ساين اكس بمفكوك ماكلورين. طيب طالما قال لك ماكلورين يبقى هو مش محتاج يديك الاكس نود لان الاكس نود بزيرو. جميل قوي. والفانكشن ساين اكس، بعمل ايه عشان احل المساله دي؟ اول حاجه اكتب الفانكشن بتاعتي، والمساله طويله بس سهله، واجيب لها المشتقات، المشتقه الاولى، المشتقه الثانيه، المشتقه الثالثه، المشتقه الرابعه، والمشتقة الخامسة. تعالى نشتق ساين اكس مشتقتها كوزاين اكس، الكوزاين مشتقتها سالب ساين اكس، الساين مشتقتها كوزاين، وفي سالب هنا، الكوزاين مشتقتها سالب ساين وفي سالب يبقى موجب ساين اكس،
الساين مشتقتها كوزين اكس. جميل قوي. تعالى بقى نعوض بالاكس نود، الاكس نود بزيرو، يبقى انا عايز اف زيرو، وهنا المشتقة الاولى لما اعوض بزيرو، وهنا المشتقة التانية لما اعوض بزيرو، وهكذا. المشتقة التالتة، المشتقة الرابعة، والمشتقة الخامسة. طيب ساين زيرو بزيرو، كوزين زيرو بواحد، سالب ساين زيرو بزيرو، سالب كوزين زيرو يعني سالب واحد، ساين زيرو بزيرو، كوزين زيرو بواحد. امسح الجميل ده، مش محتاجينه في حاجة. وامسح المسألة كمان عشان نعرف ايه، نكتب القانون اول مرة، هكتب لك القانون تاني كده يبقى قدامك عشان ما تتلخبطش. تعال نكتب ده كده فوق، اف زيرو بزيرو، اف شرطة الزيرو بواحد، المشتقة التانية لما اعوض بزيرو يطلع لي زيرو، المشتقة التالتة لما اعوض بزيرو يديني سالب واحد، المشتقة الرابعة لما اعوض بزيرو يديني زيرو، المشتقة الخامسة لما اعوض بزيرو يديني واحد. جميل قوي. القانون بقى اف اكس ايكوال اف زيرو، ده ماكلورين اللي هو اف اكس نود يعني، بس الاكس نود بزيرو، وهنا المشتقة الاولى لما اعوض بزيرو في اكس اللي هي كانت اكس ناقص اكس نود، بس الاكس نود بزيرو على مضروب الواحد، زائد المشتقة التانية لما اعوض بزيرو في اكس تربيع على مضروب الاتنين، زائد المشتقة التالتة لما اعوض بزيرو في اكس تكعيب على مضروب التلاتة. زائد المشتقة الرابعة لما اعوض بزيرو في اكس اس اربعة على مضروب الاربعة، زائد المشتقة الخامسة لما اعوض بزيرو اكس اس خمسة على مضروب الخمسة. كفاية او كده، الى ما لا نهاية من الحدود. يعني انت ممكن تكمل اصلا، بس على حسب الايه الاختيارات اللي عندك، ولو ريتن كفاية اربع او خمس حدود زي ما انا كده واقف. طيب احنا تقريبا اصلا جايبين ست حدود بالحد ده كده اللي هو ده. طيب هنا كانت المشتقة التالتة. ماشي، تعالى بقى نعوض اف زيرو بزيرو، يعني اول حد معايا اللي هو ده بزيرو، زائد المشتقة الاولى لما اعوض بزيرو تلاقي لي بواحد، يبقى هنا واحد في اكس على مضروب الواحد، زائد المشتقة التانية لما اعوض بزيرو تلاقي لي بزيرو في اكس تربيع على مضروب الاتنين، اي حاجة في زيرو بزيرو، فدي كده هتروح يبقى لي زيرو، زائد المشتقة التالتة لما اعوض بزيرو تلاقي لي سالب واحد في اكس تكعيب على مضروب التلاتة. جميل قوي. زائد المشتقة الرابعة لما اعوض بزيرو تلاقي لي زيرو في اي حاجة، يعني كل ده هيبقى بزيرو، زائد المشتقة الخامسة لما اعوض بزيرو يبقى بواحد، واحد في اكس اس خمسة باكس اس خمسة على مضروب الخمسة. تعالى بقى نمسح الكلام ده كده ونطلع ايه المسألة بتاعتنا، وهديك طريقة مختصرة في الآخر تحل بيها الساين اكس والكوزين اكس لما يجولك في ماكرولين. يبقى اف اكس بتاعتي، مش هكتب الزيروهات طبعا، يبقى اكس على مضروب الواحد، وهنا في سالب في موجب، يبقى سالب اكس تكعيب على مضروب التلاتة، زائد هنا الزيرو مش هكتبه، اكس اس خمسة على مضروب الخمسة. ده كده الساين اكس بماكلورين. طيب نركز حاجة، لو انا عايز اجيب الساين اكس على طول بمجرد النظر، اول حاجة انا باخد الاسس الفردية، هنا اكس اس خمسة، هنا اكس اس واحد، وهنا اكس اس تلاتة، وطبعا على ايه، على الواحد والتلاتة والخمسة اللي هو الفاكتوريال بتاعه. يعني انا لو عايز اكمل فهقول، وخلي بالك انا بادئ ايه، موجب سالب موجب، ماشي بالسيمتريت ده. يعني لو عايز اكمل هقول هنا اكس على مضروب الواحد ناقص
اكس تكعيب على مضروب التلاتة زائد اكس اس خمسة على مضروب الخمسة. مش انا هنا كان موجب سالب موجب يبقى ناقص، هنا الحد اللي بعده يبقى ناقص اكس الاس الفردي اللي بعده بعد الخمسة سبعة على مضروب السبعة. عايز اكمل هقول زائد، عشان هنا كان موجب سالب موجب سالب، يبقى هنا موجب اكس اس تسعة على مضروب التسعة. دي الساين. خلاص الكوزاين بقى هنجيبها دلوقتي واوريك تجيبها بمجرد النظر ازاي. خلاص يبقى انا مش هروح، لو انا عايز اجيب الساين وعندي الامتحان ام سي كيو اجيبها بالشكل ده على طول، اللي انا هختار الحدود، قصدي الاسس الفرديه مش الحدود، خلاص الاسس الفرديه ماشي. طيب تعالى بقى ندخل على الكوزاين. لو انا عايز اجيب ماكلورين سيريس لكوزاين اف اكس ايكوال كوزاين اكس، هجيبها لك بالطريقه العاديه اللي احنا جبنا بيها الساين عادي جدا مفيش اي حاجه، واقول لك تجيبها ازاي بمجرد النظر لو عايز تكمل حدود بعد كده. طيب اول حاجه احنا هنكتب ده هنا، بعد كده نكتب المشتقات بتاعتها. كفاية قوي خمس حدود. طيب الكوزاين مشتقتها سالب ساين اكس، الساين مشتقتها كوزاين اكس، وفي هنا سالب. الكوزاين مشتقتها سالب ساين وفي هنا سالب، يبقى موجب ساين اكس. الساين مشتقتها كوزاين اكس، والكوزاين مشتقتها سالب ساين اكس. وطبعا ده ماكلورين، يبقى انا الاكس مود عندي بزيرو. طيب تعالى بقى نعوض. سالب ساين الزيرو اول حاجة، قصدي كوزاين الزيرو بواحد، وسالب ساين الزيرو بزيرو. سالب كوزاين الزيرو يعني هنا سالب واحد، ساين الزيرو بزيرو، كوزاين الزيرو بواحد، سالب ساين الزيرو يعني زيرو. امسح بقى الكلام ده مش محتاجينه في حاجة. مش هكتب بقى القانون احنا عرفناه، انا هعوض على طول. انت حاول تحفظ القانون عشان ده مهم طبعا ان تحفظه، عشان لو محفظتوش مش هتعرف تحل. اول حاجة اف زيرو اف اكس ايكوال اف زيرو بواحد زائد المشتقة الاولى معوض بزيرو طلعت بزيرو في اكس على مضروب الواحد زائد المشتقة التانية معوض بزيرو بسالب واحد في اكس تربيع على مضروب الاتنين زائد المشتقة التالتة لما اعوض بزيرو يبقى زيرو في اكس تكعيب على مضروب التلاتة زائد المشتقة الرابعة لما اعوض بزيرو تلاقي بواحد في اكس اس اربعة على مضروب الاربعة زائد المشتقة الخامسة طلعت لي بزيرو في اكس اس خمسة على مضروب الخمسة. تعالى بقى نختصر الكلام ده، هنا واحد ينزل زي ما هو زائد زيرو في اي حاجة بزيرو فضل راح. هنا في سالب في اكس تكعيب في اكس تربيع قصدي، يبقى هنا سالب اكس تربيع على مضروب الاتنين زائد زيرو في اي حاجة بزيرو فضل راح. هنا واحد في اكس اس اربعة على مضروب الاربعة، يبقى هنا اكس اس اربعة على مضروب الاربعة. هنا زيرو في اي حاجة راح، بس كده يا معلم. يبقى ده كده الناتج النهائي بتاعي. تعالى بقى اقول لك تجيبه ازاي بمجرد النظر. نمسح بس الكلام ده. طيب احنا في الساين كنا بناخد الاسس الفرديه صح، الكوزاين باخد الاسس الزوجيه، بس ببدا بواحد، ده الفرق الوحيد. خلاص هنا في فرقين يعتبر، ان الفرق ان انا باخد الاسس الزوجيه، الساين كنت باخد الاسس الفرديه. الفرق التاني ان انا ببدأ بواحد. خلاص يعني انا لو عايز اكمل فهقول واحد، وهنا همشي باكس تربيع على مضروب الاتنين اسس الزوجية اكس اس اربعة على مضروب الاربعة اكس اس ستة على مضروب الستة
اكس اس 8 على مضروب التمانية. تعالى بقى نشوف الاشارات. الواحد ببدأ ان هو بموجب عشان هو اول ترم في الكوزاين بيبقى واحد دايما، خلاص. طيب بعد كده بقول هنا موجب سالب موجب سالب موجب، خلاص بمشي كده. هنا مشيت موجب سالب موجب، خلاص ده الكوزاين ما فيهوش اي مشكله، ما فيهاش اي حاجه حرفيا. الكوزاين والساين سهلين قوي بجد، وسهل انك تطلعهم بمكلورين. تعالى بقى على الجزء اللي بعده. تعالى بقى على المساله اللي بعدها. بس قبل ما اخش على المساله، لو جيت قلت لك اكس ايكوال زد، حاجه بره المساله يعني، ورحت ضرب الاكس في واي، يبقى لازم اعمل ايه هنا في الزد؟ اضربها في واي عشان يبقى الطرفين متساويين. اظن الناس كلها عارفه الحته دي. طيب المساله بقى بيقول لك فايند ذا ماكلورين سيريس اوف اف اكس ايكوال اكس كوزين اكس. عايز اجيب للدالة دي ماكلورين. طيب طبعا قال لك ماكلورين يبقى اكس نود ايكوال زيرو. طيب جميل قوي. انا عارف الكوزين لوحدها بتساوي ايه. تعال نجيب الكوزين كده، الكوزين اكس. اول حاجة قلت لك ابدأ بواحد، الكوزين بتبدأ بواحد، وبعد كده بتعمل ايه؟ بتجيب الاسس الزوجية، يبقى اكس تربيع على مضروب الاتنين اكس اس اربعة على مضروب الاربعة. والواحد هنا موجب، يبقى هنا سالب موجب، عشان يبقى موجب سالب موجب، خلاص. طيب يبقى انا كده جبت الكوزين بمجرد النظر بخطوة واحدة. طيب دي كده كوزين اكس، صح؟ انا عايز بقى اكس كوزين اكس، فده تعرف في المعادله ضربته هنا في اكس، يبقى هضرب كل ده في ايه؟ في اكس. فاعتبر مثلا ده كوس واضربه في اكس، فده يبقى يساوي اكس الواحد لما تضرب في اكس تبقى اكس، والناقص تنزل الاكس تربيع لما تضرب في اكس تبقى اكس تكعيب على مضروب الاثنين، زائد الاكس اس 4 لما تضرب في اكس يبقى اكس اس 5 على مضروب الاربعه. بدل ما كنت تحل دي مساله لوحدها بقى وتجيب المشتقات والكلام ده، طب ما انا عارف الكوزين ايه، هو عايز اكس كوزين اكس، خلاص اضرب المعادله كلها بتاعت الكوزين بتاعت المفكوك بتاعت ماكلورين اضربها في اكس بس كده يا معلم. طيب تعالى مساله ثانيه. لو جيت قلت لك فايند ذا ماكلورين سيريس اوف اف اكس ايكوال اي بار اكس، اول حاجه طالما قال لك ماكلورين اتفقنا عليها اكس نود ايكوال زيرو، خلاص احنا اتفقنا على الكلام ده. طيب تعالى بقى نحل اف اكس ايكوال اي بار اكس، هجيب المشتقه الاولى المشتقه الثانيه والمشتقه الثالثه، لو عايز تكمل عادي على حسب الاختيارات اللي عندك. طيب اشتق الاي بار اكس هتبقى اي بار اكس في مشتقة الأس، الأس عندي إكس مشتقته واحد، يعني هتفضل إي بار إكس. طيب وهنا لما تشتقها تفضل إي بار إكس، وهنا إي بار إكس مش هتتغير عشان هنا مشتقة الأس واحد فمش هتغير فيها أي حاجة. طيب جميل أوي. تعالى بقى نعوض الإكس نود عندي بزيرو، يبقى إف الزيرو، وهنا المشتقة الأولى لما أعوض بزيرو، وهنا المشتقة التانية لما أعوض بزيرو، المشتقة التالتة لما اعوض بزيرو، وطبعا هيطلع كلهم نفس الناتج اي اس زيرو بواحد، اي حاجة اس زيرو بواحد، فكل دي وحايد. نمسح الكلام ده مش محتاجينه. تعالى بقى نكتب الفانكشن بتاعت اف اكس ايكوال اف اكس نود يعني اف الزيرو بواحد، زائد اف شرطة الزيرو واحد في اكس على فاكتوريال الواحد، زائد اكس تربيع في واحد على فاكتوريال الاتنين، زائد اكس تكعيب في واحد على فاكتوريال التلاتة، بس كده يا معلم. يبقى واحد زائد اكس
على فاكتوريال الواحد زائد اكس تربيع على فاكتوريال الاتنين زائد اكس تكعيب على فاكتوريال التلاتة. دي كده ال e باور اكس في ماكلورين. طيب تعالى بقى نبدأ في فكرة تايلور. لو جيت قلت لك find the Taylor series of fx equal لان الاكس، وطالما قال لك تايلور يبقى لازم يديك الاكس نود، فالاكس نود عندي بواحد. خلاص. طيب في ماكلورين قلت الاكس نود مش هيديها لك لان الاكس نود معروفه بزيرو. جميل قوي، نفس الفكره ونفس الحل. اف اكس اف شرطه اكس اف شرطتين اكس، هنا لين اكس. تعال بقى نشتق اللين، مشتقتها واحد على اكس، واحد على اكس دي هتشتقها تاني، يعني اصلها اكس اس سالب واحد. اشتق الاكس اس سالب واحد، سالب واحد في واحد بسالب واحد، نزل الاكس اطرح من اس واحد يبقى سالب اتنين، يعني اصلها سالب واحد على اكس تربيع، يبقى هنا سالب واحد على اكس تربيع. جميل قوي. تعال بقى اعوض بايه؟ بالاكس نود اللي هي بواحد. هناك كنا بنعوض بزيرو عشان الاكس نوب بزيرو. طيب لان الواحد بزيرو، واحد على واحد يعني واحد على اكس، واحد على واحد بواحد، وهنا سالب واحد على واحد كل تربيع يعني سالب واحد. امسح ده مش عايزينه في حاجة. طيب تعال افكرك بقانون تايلور، كان غير ماكرونين في جزء اختلاف فيه. هنا اف اكس نود زائد اف شرطة اكس نود في اكس ناقص الاكس نود، كان هناك اكس بس عشان الاكس نود بتبقى بزيرو في ماكلورين، على مضروب الواحد زائد اف شرطتين اكس نود في اكس ناقص اكس نود الكل اس اتنين على مضروب الاتنين. طيب تعالى بقى نعمل الكلام ده، يبقى هنا زيرو زائد الاف اكس نود طلعناها اللي هي اف الواحد بزيرو، اف شرطة اكس نود بواحد في اكس ناقص الاكس نود اللي هي بواحد على مضروب الواحد زائد اف شرطتين اكس نود بسالب واحد في اكس ناقص الاكس نود بواحد الكل اس اتنين على مضروب الاتنين. تعالى بقى هنجمع الكلام ده كده، امسح ده، يبقى زيرو خلاص راح، واحد في اكس ناقص واحد يبقى اكس ناقص واحد على مضروب الواحد ناقص اكس ناقص واحد كل اس اتنين على مضروب الاتنين. يبقى ده كده اللين اكس. ممكن تكمل تجيب الترم اللي بعده والترم اللي بعده على حسب الاختيارات. طيب تعالى على اخر مسألة معانا، find the Taylor series of fx equal e power x. هنا بقى مش هيديك الاكس نود، بص هيعمل ايه، هيقول لك in x زائد 2 تو x زائد 2 اس 3. هنا لعب معاك لعبه حلوه قوي. احنا عارفين احنا عندناش x غير الاكس ناقص الاكس نود، صح؟ ده هو الاكس الوحيد اللي في القانون. هو بيقول لك انا عايز من اول x زائد 2، يعني تمشي من اول x زائد 2 لحد x زائد 2 الكل اس 3. طيب جميل قوي، يبقى الاكس ناقص الاكس نود ايكوال الاكس زائد 2، يعني الاكس ناقص الاكس نود ايكوال اكس ناقص ناقص 2، يعني الاكس نود هو الاكس هي الاكس السالب هو السالب، يبقى الاكس نود ايكوال سالب 2. يبقى انا هنا طلعت الاكس نود، بس هشتغل مسألتي عادي. تعال بقى نشتغل المسألة بتاعتنا عادي. يبقى الاكس نود
equal سالب 2 اف اكس equal اي باور اكس. اف شرطة لإكس اف شرطتين اكس مشتقة التالتة لإكس. طيب احنا اتفقنا ان الاي باور اكس مهما تشتقها هتفضل اي باور اكس. تعالى بقى نعوض بالسالب 2 اللي هي الاكس نوت. طبعا كلهم يطلعوا نفس الناتج اللي هو اي اس سالب 2، اللي ممكن اكتبها كده 1 على اي اس 2. يبقى هنا 1 على اي اس 2، 1 على اي اس 2، وهنا 1 على اي اس 2. يعني كل التعويضات بالاكس نود في اي حاجه في الداله نفسها، في المشتقه الاولى، المشتقه الثانيه، المشتقه الثالثه، تطلع 1 على اي اس 2. طيب نمسح بقى الكلام ده ونكتب ايه الحل. خلاص عرفنا التعويض هيطلع ايه، كله هيطلع ناتج 1 اللي هو 1 على اي اس 2. يبقى الدالة بتاعتي اي باور اكس، اول حاجة اف اكس نود اللي هي بواحد على اي اس 2، زائد اف شرطة للاكس نود اللي هو واحد على اي اس 2 في اكس ناقص اكس نود، يعني اكس زائد 2 على مضروب الواحد اللي هو اكس ناقص ناقص 2، يعني اكس زائد 2، زائد 1 على اي اس 2 اللي هو المشتقة التانية لما اعوض بالاكس نود. وهنا اكس زائد 2 الكل تربيع على مضروب الاتنين، زائد 1 على اي اس 2 اللي هو المشتقة التالتة لما اعوض بالاكس نود في الاكس زائد 2 اس 3 على مضروب التلاتة. هو بيقولك اقف لحد اس تلاتة بس كده يا معلم، ده كده الناتج. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، شرحنا ايه؟ شرحنا لوبيتال وتايلور وماكلورين. الفيديو الجاي باذن الله هنشرح المينيمم والماكسيمم فاليو والانتجريشن. الانتجريشن مش صعب يا شباب، بس محتاج انك تتدرب عليه كتير وتحل عليه افكار كتير قوي بجد. لو حليت افكار هتلاقي ان الموضوع سهل بالنسبه لك ومش صعب. هحاول باذن الله اعمل لكم كويز عشان تستعدوا للكويز اللي عندكم اللي هيبقى في اخر محاضره. وبجد والله لو عملتوا مجهود كويس قوي في الماس هتجيبوا تقدير باذن الله في اخر الترم. بالتوفيق يا شباب.